صدرت عن هذه القمة في 5 أو 6 صفحات باللغة العربية. هذه الوثيقة وثيقة عامة تتناول الكثير من الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى المفاهيم، وبها إشارة إلى انعقاد هذه القمة بصفة دورية كل 3 سنوات. الملاحظة التي تبينها الإخوة في المملكة السعودية وفي الإمارات وفي البحرين أنها تفتقد إشارة إلى وقف أو منع التدخلات الخارجية من القوى المجاورة للإقليم العربي في الشؤون العربية، وبالتالي طلبوا هذه الإشارة. كان هناك بعض الحساسيات وعدم التوافق الكامل من القبل الجانب الأوروبي، وبالتالي رأينا أن لا تضمن هذه الإشارات في البيان، أخذا في الاعتبار أن المفهوم أن المقصود بها هي القوى الإقليمية المجاورة. هذه هي نقطة. النقطة الأخرى، الجانب اللبناني طلب إشارة إلى لبنان والحاجة إلى دعم لبنان في ظروفه القاسية التي يمر بها، وهناك مؤتمر في باريس قادم لدعم الاقتصاد اللبناني، ورؤية تأجيل هذه الإشارة إلى انعقاد المؤتمر في باريس. بصفة عامة ومع تجربة بروكسل في الاجتماع الوزاري، إذا طلب كل طرف تضمين كل الاعتبارات والأفكار والبيانات التي يتم ويرغب في تضمينها في بيان واحد، لرأينا وثيقة من 30 أو 40 صفحة يصعب حتى على القارئ العادي أن يقرأها أو يتعمق فيها. من هنا جاء هذا البيان الذي أراه بيان جيد للغاية، صاغته دولة الضيافة مع الاتحاد الأوروبي المفوضية والرئاسة، وشاركت فيه أيضا أمانة الجامعة العربية.